أكيد هذا هو المطلوب معناته وخاصة المهاجم اللي نحكيه مهاجم تمام تعرف ثم نوعية تاع مهاجم كرة الهوني تفك يمشي له على اليمين على اليسار كان أبيض من رمضان كرير في 10 دقائق تحت 15 دقيقة اليوم زاد نوصل نشوفوا في الشوط الثاني هايلة هذه كرة الإيوالا فرصة تسديدة من المركز خليه الفضاء الكل مثل حميدة والفادة على حميدة يدخل من الجهة اليسرى يحل سباس للهوني الهوني يسترجع الكرة الهوني في 18 متر وتخرج تماس للترجي سبي حمد الهوني يلوج خمسة مدافعين وراهم شوية معناها قاعدين نقاروا احنا يلقى المرزوقي حداد يخرج كرة تماس بس قدامه حمد الهوني يخرج برمضان ترجع للمرزوقي مرزوقي ضربة واحدة لكن بن زرد ضربة في بن زرد اليوم نلعبوا قدام حمد برشا تتمتع المباريات يمكن خير العرباوي خلينا شوية خاطر تبارك الله معناها ما شارك في جوج مباريات برشا ملاعبية من ترجي لعبوا في حمد في السابق وبرشا ملاعبية من حمد نمرو 26 دوري منتصر التريد قاعدين نشوف في الهوني على جهة اليسرى يطلب كورة ياخذها من حميدة تمشي للتوالي يربحوا لي ديوال فيها نون توباع اللي فوت بلاص كورة في البروفوندور الهوني ما وصلوش طويلة ثم الخليل شمام هو فابريسو نانا رجع كورة بالراس في راس لكوحي والكرة تقصد رين حداد يمشي زيد الثلث على الدوري حداد بالراس تقصد رجع كرة كثيرة الترجي التونسي أسبق بين العشرين كرة رين حداد طويلة على ويرجع رين حداد رين حداد غايته صغير يلعب كرة صار الغريب لقطة فنية تمشي ولا وراين حديد متفطن تمشي زيد بن سالم إيوالا ما يحسنش ترويض كورته ويخسرها دخل
فينا اللي مدوكم ببعضها بينما أتى من هنا ونالك تصلي للشمس الحارسي التوسيع داخل منطقة العمليات تنفذ له مخالفة قصيرة من شياب بن فرج هنا لحديد كان على سالم محمد النصراوي من الحاملوني على الجهة اليسرى للدفاع عن النادي الرياضي الصفاقسي مقطوعة على كرة من أشرف الحباسي علي القاسمي يلعب مع زميله في محور الدفاع ثم فابريس أونانا في ظهر شياب بن فرج الكرة الأخيرة كانت عملية كانت